أنا أعتقد أنها ما حتتأثر أبدا، لأن العلاقة متجذرة، وتشاد نحن نعتبر أنه تشاد امتداد للسودان، حتى هي كانت اسمها السودان الفرنسي، يعني كانت في فترة من الفترات تسمى السودان الفرنسي وتغيرت. نعم. فيعني تشاد والسودان عندهم أشياء مشتركة كثيرة جدا، منها الجغرافيا مشتركة، وبعدين الجغرافيا مفتوحة الحدود، يعني صحيح. مفتوحة، ما فيش جبال، ما فيش دي، بالإضافة لأن القبائل مشتركة والقبائل بتتحرك يعني مع بعض، القبائل نعم. حتى سمع أنه هنا أيضا العملة متبادلة ما بين أيوة العملة ما متبادلة، بين المدينتين المحاذيتين لبعض. أيوة صحيح صحيح. وبعدين أقرباء الرئيس يعني إدريس دبي، أغرباؤه في السودان هنا موجودين كسودانيين، وهم هناك تشاديين، يعني في قبائل مشتركة، يعني ابن عمه من نعم. تشاد وهو من كده، فدي طبعا علاقات عميقة، يعني ما بتتأثر أبدا أبدا بوفاة شخص يعني. بوفاة شخص أو كده، يعني لأن علاقات بين الشعوب وتاريخ مشترك يعني، وتاريخ قديم، بالإضافة لأنه تشاد بتعتبر طبعا المعبر القديم للحجاج من غرب افريقيا، نعم. ومن غرب افريقيا طبعا نيجيريا اكبر نيجيريا. دوله صحيح. في غرب افريقيا بيجوا للحج في يعني في 1400 و1500، يعني في الاعوام القرن الخامس عشر والقرن صحيح. نعم. السادس عشر، فكان بيجوا كلهم عبر تشاد الى السودان، الى مكه طبعا، الى نعم. مكه وهكذا. فانا اعتقد انه ما بتتاثر ابدا ابدا بموت إدريس دبي أو نعم.